أما بالنسبة لليوم للأسف بعد الحماس اللي صار أمس كتفي أصيب، لكن إن شاء الله أنا شيء بسيط بإذن الله. نايم أموري طيبة تماما، وقوم من النوم أبغى أرفع كتفي، يا الله أقدر أرفع. ما شاء الله. ولا لا؟ أنت صورت. تثق فيني ولا لا؟ أنا أثق فيك. أيوة. تبي تنط وراي نط. لا. أما لا قل اللي قلته قبل شوي، وشو تخاف من إيش؟ يقول خاف تشوفني أمي بدها تذبحني. عادي صدقني إن شاء الله بإذن الله. شوف لو يعني لو مرة يعني ما شاء الله شوف البطل. يعني أمورك طيبة. أصمل يلا يلا تكمل يلا يلا. أصمل أصمل إيه. تكون بين أبو قاسم يعني؟ أوكي يلا أبو قاسم. وبسوي فلاي واي وتصير أنسل يعني. بوقف بس اسمعني اسمعني تدري سوينا؟ في سوينا أبو قاسم؟ جربناها ثلاث مرات على ولا مرتين؟ مرتين على شيء حطيناه كأنه آدمي وسويته وضبطه. أنا الصراحة أثق في عبد الرحمن. إيه سلام سلام يلا 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 يلا. نسمع بالغذاء ونسمع بالطعام، لكن هل بينهم فرق؟ وإذا إيه وش الفرق؟ صحيح الطعام أي شيء تاكله سواء كان مفيد أو لا، أما الغذاء من اسمه يغذي جسمك ويفيدك. وعناصر الغذاء ستة: بروتين، دهون، كربوهيدرات، فيتامينات، أملاح معدنية أو ماء. هذا هو الطعام اللي يفيدك اللي يسمى غذاء. وأحد أكثر العناصر اللي تمدنا بالطاقة الكربوهيدرات. طيب مين يحتاجها؟ الشخص الرياضي فقط واللي يتحرك؟ لا. تدري ان الدماغ يحرق 30 الى 40% من الجلوكوز اللي انت تاكله؟ طبعا وش الجلوكوز؟ الجلوكوز هو نفس الكربوهيدرات لكن بعد ما تتحلل. طيب وش نفهم الكلام هذا؟ يعني الكربوهيدرات والطاقه هذه ما يحتاج الشخص اللي يلعب رياضه فقط ويتحرك، حتى الشخص اللي جالس دائما يفكر بيحتاج الكربوهيدرات، معناتها الجميع يحتاج للطاقه هذه. طيب وش المصدر الممتاز اللي نقدر ناخذ منه الطاقه هذه؟ تذكرون قبل شوية ما أقولكم الطعام والغذاء هذا مفيد وهذا مو مفيد؟ أيضا نفس الشيء إذا بغيت أن تأخذ طاقة، تقدر تأكل شيء يعطيك طاقة لكن ما يفيدك، وتقدر تأكل شيء يعطيك طاقة ويفيدك. زي كأن عندك سيارة وقاعد أقولك شوف هذا البنزين ترى بيخلي السيارة تمشي، لكن البنزين الثاني بيخلي السيارة تمشي وبيعطيها عمر أطول وبيفيدها وبيخليها تصير يعني أفضل. وش تختار؟ أي واحد؟ الثاني صح؟ نفس الشيء بالنسبة للغذاء والطعام. في غذاء يمدك بالطاقة في نفس الوقت يفيد جسمك، يصير فيه فيتامينات يصير فيه معادن. أما بالنسبة للثاني اللي هو الطعام يبي يعطيك طاقة لكن ما في أي فائدة تماما منه. ليش عبد الرحمن ما اقترحت لنا شيء ناكله بس بدال ما تقولنا كل ذا الكلام؟ عشان إذا اقترحت عليكم شيء تعرفون ليش يفيدكم؟ ليش لا تعرفون ليش اقترحت عليكم الشيء هذا وليش وكيف بفيدكم؟ جاني أنا ما عرفت أسولف. وصلتكم معلومة صح؟ المركز الوطني للنخيل والتمر أطلقوا حملة جدا جميلة، أنا سعيد ومتشرف أنها أتيحت لي الفرصة أني أكون جزء منها. وش الحملة هذه؟ الحملة سموها إقدع. إقدع ونخيل والتمر وش السالفة؟ ارجع شوي وراء تذكر بالضبط. قبل لا أقول أي شيء دقيقة دقيقة خلوكم أجيب الشنطة هذا اللي أخذها معي في النادي. شوفوا الآن هذه الربطة عشان بس أتأكدون حقة النادي. وهنا المفروض انه يصير وينه شكلي نزلته. دقيقه شوف وين لقيته بعد ما طلعت من النادي على طول. هذا هو. وش فيه؟ تمام. وش الهدف من هذه الحمله؟ ترى الحمله هذه ما هي للكبار في السن لان ما شاء الله تبارك الله هم ماشيين عليها، لكن الحمله هذه للشباب، يبغاكم تصيرون كويسين مثلي. يعني من الاخير هذا هو الهدف. وش يبغونك تسوي؟ الله يعطيهم العافيه. بس الصدق اللي يبغونه هو ان الشباب يستخدمون التمر بشكل اكبر، لان الشباب يستخدمون اشياء ثانيه يبغون تمدهم بالطاقه في ظنهم انها افضل من التمر، بينما التمر هو الافضل. ودخل على ابوي الله يحييه. هلا يبا. هلا والله هلا. فتستخدمون التمر كوسيله انها تعطيكم طاقه باذن الله، والتمر ترى عباره عن فاكهه
وتراه شيء الله خلقه، مو بشيء من عمل البشر، خلطوه ولا حاسوه ولا. فبإذن الواحد الأحد أنكم تستفيدون منه كطاقة، وتبقى إن شاء الله فوائد الثانية اللي تنفع فيها الجسم زي ما قلنا البنزين رقم 2. إن شاء الله أنكم استفدتوا، ولا حبيت أن أكون رسمي بحيث أنكم إن شاء الله تستمتعون وأنا قاعد أعطيكم معلومات هذه. فإن شاء الله أني ما كنت ممتع ولا شوي شوي، بس مجاملة يعني. حلو، تصبحون على خير. يدور ابو شلو، شوف شوف اسمعني. ايه اذا المسته لا وي وي تكفي وي بالله قاعد لي. ايوه 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 قاعدين هاتون علينا. اوف اوف عبوك عبوك. لا 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 ماي هواش. اوف 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 ايوه ابو شلو والله مسافه. فيصل تو يصرح يقول انا اتحدى لاعبين كاليستينكس في النادي بدون اير تراك يلمسونها. اوكي يلا يلا والله فيصل اعلن الحرب، اعلن الحرب. ايوه فيصل، ايوه فيصل. واو اي وعشان كذا دايم اعطي بنتي تمر لو لاحظتوا صح؟ شوفوا بنتي والتمر ها شفتوا على طول يا حلولها. بس الله يهدينا وياها تاخذ وضعيات وهي تاكل غريبه بالله. شوف شو مسوي ناظر ناظر. في حد ياكلهم مسوي كذا؟ في حد ياكلهم مسوي كذا؟ والله ما تجلسين زي العالم والناس وتاكلين ها؟ مشكله البنات مشكله. يلا اهم شيء مرتاحه انت بس ها؟ مرتاحه بالوضعيه الغريبه هذه؟ شو يعني ما ادري. لا انت اللي ما ادري ليه كيف تاكلين كذا، شلون ينهضم الاكل اصلا؟ شلون كذا يرقم؟ سبحان الله لله في خلقك شلون. على الطاري سبحان الله في معلومه قد قريتها ماني متاكد من صحتها، انه سبحان الله حتى الانسان لو صار بالوضعيه هذه سبحان الله الامعاء توصل الاكل الى المعده رغم انه كذا منقلب يعني راسا على عقب. فسبحان الله احسن الخالقين. 10,000 ريال بس انا بنسدح وطب علي من فوق الحديده كذا، وقف فوقها وطب علي 10,000 بس.